بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بصراحة وأنا أتلقى دعوة لحضور هذا الحفل البهيج الكريم للحفل الثقافي والفكري عادت بي الذاكرة إلى سنوات قبل، حيث حظيت بشرف التكريم من طرف المركز الوطني للمصاحبة القانونية ومركز المعالجة القانونية كذلك. بصراحة أود في البداية أن أنوه بهذه لا أقول العادة ولا أقول التقليد، ولكن أقول سنة حميدة بدأت بها هاتين المؤسستين العديدتين، اللي هي تناول ندوة كبيرة على مستوى الدولي في موضوع منتقى مثير للأهمية، وجعل هذا الندوة وهذا الاهتمام الثقافي إطارا فكريا لتكريم شخصية ما. هذا التقليد يستحق كل تنويه من عدة أوجه. الوجه الأول أنه أولا يؤطره ثقافيا بمواضيع مثيرة للاهتمام ولها راهنيتها. الموضوع للمعيار الثاني هو طريقته في اختيار المكرمين، وهي بالنسبة لي طريقة لها ميزتها الخاصة، حيث أنه لا يتم اختيار أسماء لها جعجعة وطنية وتتناولها الأضواء، ولكن بالخصوص شخصيات تعمل في صمت ولها تأثيرها المباشر، وشخصيات تعطي دون أن تأخذ، وخاصة شخصيات تكون أحياناً في أوج عطائها بالخصوص، حيث أن التكريم لا ينتظر إلى أن ينتهي المسار المهني للشخص، ولكن في أوج عطائه أو في أوج أزمته كما حدث مع العبد لله. ولذلك فأنا شديد التنويه بهذه المبادرة الطيبة، وشديد التنويه بهذه المدينة التي أحس بأنها مدينة لها وجدان، مدينة وجدانية لها تجاوب وجداني مع ساكنتها، مع زائرها، مع كل من احتفى بها تبادل نفس الشعور. وبالنسبة للمحتفى الأستاذ الدكتور سمير بيت وجدان، إذا كان الأضواء لا تكاد تصل إليه فإنه حاضر بقوة على مستوى مساره القضائي الموفق، على مستوى مساره الجامعي الموفق أيضا،
على مستوى ولائه العلمي وعطائه العلمي، وعلى مستوى عطائه النضالي والحقوقي على المستوى المهني كذلك. شخص طيب دم في الأخلاق، ذو تواضع جم، يعطي بسخاء. هذه هي القيم التي نحتفي بها اليوم من خلال شخصه. هذه هي القيم الأخلاقية التي تجعله قريبا من مما ورد في المأثور النبوي: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم منازل يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فالأستاذ إيتوجدان شخص ذو ألفة، أليف يؤلف ويألف، موطأ الأكناف، دمت الأخلاق، قريب من أصدقائه وأحبائه، يحظى باحترام الجميع. وهذه كما قلت لكم هي القيم التي نحتفي بها في شخصه الكريم، ولنبرزها ولنقول بأن مثل هذه القيم، مثل التشبع بهذه القيم، هو الذي يزيد الشخصية في موقعها أيا كان موقعها، هو الذي يزيدها علوا ويزيدها قربا من وجدان الناس. وأنتم ترون الاحتفاء بهذا الشخص، وكلكم حاضرون بنفس الفكرة وبنفس التعبير. ولذلك فهنيئا للأستاذ الدكتور سمير إيتوجدان، هنيئا له بهذا الاحتفاء، هنيئا له بهذا التكريم، هنيئا له بهذا العيد الذي هو عيده والذي يستحقه بطبيعة الحال، والذي هو التفاتة طيبة وكريمة من المؤسستين العتيدتين التي نحييهما ونتمنى لهما مزيدا من التألق ولهذه الندوة تحقيق النجاح الباهر. وشكرا لكم جميعا. الهدية متواضعة يقدم وسيد نقيب شوقي، ألفنا هذا الرجل على هدايا داخل آسيا وخارج آسيا. سيد نقيب شوقي، سيد سمير إيتوجدان، أيضا يقدمها الأستاذ الدكتور محمد مومن، أستاذ تعليم العالي بكلية العلوم القانونية والصيادة الاجتماعية قاضي عياض مراكش. وديع آخر جاءنا من شمال مدينة العرش، الأستاذ معاذ العطاوي رئيس فرع الإقليمي للمكتب الصحافي القانوني وحقوق الإنسان ومحامي بهيئة طنجة. تفضل أستاذ. السيد ممثل رابطة قضاة المغرب،
السادة الأساتذة السيدات الأساتذة الجامعيون زملائي السيد نقيب هيئة المحامين بخريدة السيد نقيب الأستاذ مصطفى الشوكي السادة المحامون زملائي قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة أعضاء السلطة القضائية السادة المحامون السادة ممثلو وسائل الاتصال والإعلام زملائي وأعزائي الطلبة والباحثين سلام الله عليكم وأسعد الله مساءكم بارك جمعتكم وطاب وطيب الله مساءكم ومقامكم. اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن المشاعر تزاحم صدري والعبارات تضيق خاطري قبل ميلادها، ولكني أعود أستجمع كلماتي وأحشد قوة عباراتي التي تاهت أمام عظم قاماتكم وهاماتكم بين يدي أساتذتنا الأجلاء باحثينا وطلبتنا النجباء، لأقول بأنه مهما قلت من خلال ما سمعت في شخصكم من خلال كلماتكم فلن أفيكم حقكم. بالأمس القريب طبعا كنت أعمل بهذه المدينة الجميلة والحبيبة مدينة أسفي، وهانذا اليوم أعود إليها أستلهم شعلة تضيء مسيرتي من أنوارها وأرتوي من ينابيع المعرفة المتفشية بين أجرائها، وأرتشق العلم والكلم الطيب من كؤوس رجالتها ممن حلوا عليها لأدنوا إلى هممكم وقممكم على روع كلامكم وجميل أخلاق ونور أخلاقكم، فتصغر قامتي ولا تسعفني طبعا فصاحتي مستشعرا حرارة بعثت من دفء حضوركم، لأقول بأنني سوف أبقى وفيا لالتفاتكم ومدينا لجميع صنيعكم. هي فرصة أغتنمها لتوجيه شكر خاص لجند من جنود العلم والمعرفة في هذا الوطن الحبيب، والذي مهما بحثت في قواميس اللغة ومهما بحثت في قواميس النثر والشعر لن أفيه حقه في بيان جميل صفاته، لا سيما أنه عفوي في تصرفاته، حسن في أخلاقه، بسيط في تعامله. إنه الأخ العزيز والصديق الوفي الدكتور أحمد قلش رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان. شكري موصول كذلك لرجل يشهد له الغائب قبل الحاضر برحابة فكره وبرجاحة صدره وتفتح ذهنه، إنه الأستاذ عبد الغني حدوش الذي كان له الفضل الكبير إلى جانب أساتذة أفاضل في تأسيس وأستاذات فاضلات في تأسيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكمة القضائية، سائلا المولى جل في علاه أن يوفقه في الاستمرارية في تحقيق أهدافه وتنزيل غاياته. ولكن لا تفوتني الفرصة كذلك بتوجيه خالص الشكر والامتنان ووافر الامتنان إلى كل الجهات المنظمة، وإلى الأستاذ جعفر حسون هذا الرمز القضائي الذي لن تنسه الذاكرة القضائية بمواقفه الشجاعة في وقت لم تكن للسلطة القضائية شأنا دستوريا ولا شأنا واقعيا. فأغتنمها فرصة لأقول للأستاذ جعفر حسون بأن هذا التكريم هو امتداد لتكريمكم الذي قمناه آنذاك بمدينة أسفي، وهو امتداد لما قدمتموه للسلطة القضائية، وهو امتداد لشجاعتكم القضائية التي لا شك أنها ساهمت في الدور الذي أصبح يمثله القضاء أو الدور الدستوري للسلطة القضائية في وضعه الحالي. ومن خلالكم أستاذ جعفر حسون إلى كل الحاضرين كل باسمه وصفتهم
بصفته على دعمهم وعلى مساندتهم ورباطهم، رغم أنني ربما أثقلت عليهم، لأستعير كلام النبي العدنان: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وهنا أسارع القول بمناسبة تكريمي لأعلن جهارا شكري لمن تسكن روحي وتتربع على عرش قلبي، زوجتي الأستاذة سعاد الوردي التي تحضرني، وكذلك لمن يضيء طريقي في حياتي، قرة عيني بنتي دعاء وإسراء. كل الحب والوئام. وبعد إذن الحضور الكريم أقول لهن بأن هذا التكريم في عمقه وتكريم لهن بدعمهن ومساندتهن، لا سيما وأنني أكثر الغياب في ملازمتهن. لأعلن بأني أتقاسم هذا التكريم في مضامينه مع كل أعضاء السلطة القضائية ومع كل مكونات الأسرة الجامعية والحقوقية والجمعية والجمعوية المهنية، وذلك من إيمانا مني بأن تفاعل هذه المكونات وتقاسم اهتماماتها هو المحك الحقيقي لتحقيق الغايات والأهداف التي نبتغيها. أستسمحكم إن أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. هناك باقة ورد تقدمها في النهاية الأستاذة مريم قويناس من ورزازات، وهي رئيسة فرع الإقليمي ورزازات في الدمرب، وأحد المراضلات الحقوقيات المشاكسات القوميات اللي بغى عبر الإمام الناس اللي يدخل يقل الله حقاً. أسفي بكل إخلاص، المدينة الجميلة الحبيبة التي أحببتها منذ أن ولجتها. كنت قاضياً بهذه المحكمة، عرفت رجالاتها، عرفت المدينة بجمال طبيعتها وبجمال روح سكانها، وبالتالي فستبقى هذه المدينة عبر تاريخي وعبر مساري وعبر حياتي ساكنة في قلبي.